كثر القوة الوطنية والأحزاب والشخصيات العامة المهتمة بهذا الموضوع للانضمام لهذه الجبهة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية وما تمليه علينا ضمائرنا تجاه بناء الدولة الوطنية الحديثة على أسس تكفل الرخاء والتنمية للشعب المصري العظيم. فلقد عايشنا كل الأحداث الجلل التي مرت بها الدولة المصرية، وكنا دوما في طليعة المشهد السياسي نزود عن دولتنا الوطنية ضد كافة الأخطار المحدقة بها. ففي 30 يونيو التف الشعب المصري حول دولته الوطنية وأضغط كل محاولات هدمها والنيل من مؤسساتها، وسيظل مشهد خروج الشعب المصري عظيما في ولداننا ملهما ومعلما ومرجعا نقتدي به. وبعدها شاركنا في صياغة الدستور المعروف بدستور 2014، والذي لا يخفي على أحد الظروف التي خرج من رحمها والتي ألقت بظلالها على صياغته، ولم يكن لأكثر الحالمين وقتها أن يتخيل ما وصلت إليه الدولة الوطنية المصرية من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي وأمني بعد هذه الفترة إلى تلك الفترة الزمنية التي نحن فيها. والآن وبعد أن أصبح المشهد السياسي أكثر استقراراً والرؤية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية أكثر وضوحاً، فكان لزاماً علينا إعادة النظر في البنية الدستورية لتكون أكثر قدرة على مواجهة تحدياتنا وتلبية لطموحاتنا في بناء الدولة الوطنية الحديثة، لا سيما وأن قناعتنا الراسخة أن القوانين والدساتير قد شرعت لخدمة المجتمع لا كي تكون خوالب جميلة. فنظم الحكم والإدارة هي وليدة العديد من المعطيات التاريخية والاجتماعية والثقافية والجغرافية لكل أمة على حدة، ونرى ذلك بوضوح باستقراء نظم الحكم والإدارة شرقا وغربا، وأننا نؤمن بأننا أمام تجربة وطنية خالصة قادرة على إنتاج الاستقرار السياسي.